الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. كتاب الأطعمة باب الأكل باليمين. قال حدثنا هشام بن عمار وشيخ البخاري حسن الحديث. قال حدثنا الهقل بن زياد. هقل بن زياد بن عبيد الله الدمشقي البيروتي. قال ابن معين ثقة صدوق. قال أبو حاتم الرازي صار الحديث. قال أبو زرع ثقة. وأحمد أيضا وثقه. والنسائي وثقه. والعجل قال ثقة. قال حدثنا هشام بن حسان من الثقات الأثبات. يعني أحمد أبي كثير كلهم طبقة واحدة أيضا من الثقات الأثبات. هو الذي قال لنا العلم راحة الجسد. عن أبي سلمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه وأبو هريرة سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. وروى بسند عن عمر بن أبي سلمة قال كنت غلاما في حج النبي صلى الله عليه وسلم فعن تعلم أنه كان ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم فكان في كنفي ورعايته. كنت غلاما في حج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي يا غلام سم الله يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وفي رواية جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أرضاه قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله في بعض الروايات. هذا أيضا ما زلنا مع الآداب التي نتأدب بها بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وسعة الشريعة الغراء التي لم تترك شاردة ولا واردة إلا أتت بها حتى في أداب الطعام أداب الجلوس على الطعام بل وأداب الانتهاء من الطعام. نعم. فالحديث فيه الأكل باليمين والأكل باليمين جمهور العلماء يرون بأنه سنة ليس بواجب بأنه سنة ليس بواجب معناه الأوامر قد جاءت به. قال يا غلام سم الله وكل بيمينك ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه. فقالوا كل هذه الأوامر مصروفة من الواجبات إلى الاستحباب مصروفة من الواجبات إلى الاستحباب كيف وأنتم تتفقون أصوليا أن ظاهر الأمر الوجوب. قال علماؤنا من جمهور العلماء يقولون هذا من الآداب ليست مسألة تعبدية هذا من الآداب وما كان من الأوامر من الآداب يصرف الواجب إلى المستحب ويصرف النهي إلى الكراهة لا التحريم. وقال ابن حزم وغيره من وجوه المذاهب ورجحه الحافظ بن حجر أيضا من الشافعية قالوا بوجوب الأكل باليمين وحرمة الأكل بالشمال واستدلوا على ذلك على ظواهر الأدلة ظواهر الأدلة. أمر النبي قال كل بيمينك وكل مما يليك وعضدوا الوجوب وقالوا ليس مصروفا أن النبي دخل على رجل يأكل بالشمال فقال له كل بيمينك فقال له الرجل لا أستطيع فقال النبي لا استطعت. الجمهور أول هذا وقالوا هنا شلت يمينه قالوا ليس لأنه أكل بالشمال بل لأنه أبى الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم تكبرا. والدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعه إلا الكبر قال ما منعه إلا الكبر. فقالوا علة أخرى هي التي أودت به إلى ذلك ليس الأكل مجرد الأكل بالشمال. لكن عندنا دليل آخر يؤكد أن الأكل بالشمال حرام والإعطاء بالشمال حرام. ما هو؟ يعني هناك من سياق الحديث ما فيه الوجه على تقوية ما قاله بعض الفقهاء والظاهرية بوجوب الأكل باليمين وحرمة الأكل بالشمال وأيضا وجوب الإعطاء باليمين وحرمة الإعطاء بالشمال. ممتاز دكتور تامر. نعم. هو قال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ف
فإن الشيطان يأكل بشمالي ويشرب بشمالي، فأكل الشيطان بالشمال وشرب الشيطان بالشمال دل ذلك على الحرمة. لما ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء. وهنا أيضا فيها دلالة استدل بها العلماء على أن من أكل بشماله استجلب الشيطان معه، حتى ولو سمى الله من أكل بشماله استجلب الشيطان معه. يبقى إذن خلاصة القول بأن بوجوب الأكل باليمين ووجوب شرب اليمين والإعطاء باليمين والأخذ باليمين. نعم. الفوائد المستنبطة: السياق من المفسرات. فإذا الثانية ليس لنا مثل السوء. فإذا الثالثة الجن مكلفون. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.